كل شيء ممكن أن يكون لأغراض انتخابية إلا العمل في الدوائر النفطية، ولكن يبدو أن الجهات المعنية لم تعرف المستحيل من حيث الفساد والتلاعب بمشاعر المواطنين. أكثر من 750 عاملا تم تشغيلهم في خطوط الأنابيب النفطية، ومنهم من ترك عمله في الشركات الأهلية أو كعقدا في الدوائر الأخرى، ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان. هاي الشباب اتجهت إلى شركة خطوط الأنابيب بأجر بنت آمالها على الله وعلى هاي الشغلة، اللي يشتغل بمطعم، اللي يشتغل بأسواق، اللي يشتغل بكذا عمل خارج، بعد بنى آماله على الله وعلى هذا الدوام، ترك كل شيء. ناس داومت بالثاني وناس داومت بالسابع وناس بالتاسع ولحد العاشر، ما يزال لحد هسه مستمرين. لكن ما تفاجئنا إلا الليلة بيوم كتابنا اجى استغناء خدمات، طبينا للشركة هنا للدائرة طبيناها على شكل مهجورة، عندنا نظامها ومش العمل بصورة صحيحة، وحتى الأساتذة داخل الموقع شهدوا بهذا. مطالبنا هي اولا احنا تم انهاء خدماتنا من بغداد بيوم وليله، يعني اجانا قرار ما نعرف، يعني ما اعرف انا لحد الان مظلوم، شركه حكوميه نفطيه تبطل ابناء البصره. اذا يا نواب البصره انتم شنو فائدتكم؟ 26 نائب، رسالتي الى نواب البصره، من هذه اللقاءات تجون الى بغداد؟ البصرة ترى مو تايهة، البصرة بيها ناس، البصرة بيها مسؤولين، البصرة بيها قضاة، انتم دافعوا عن ابنائكم، احنا اللي انتخبناكم، احنا اللي صعدناكم، رسالتنا لكم. اليوم احنا اجالنا قرار بانهاء خدماتنا، داومنا 3 اشهر، واكو بيهم داوموا 6 اشهر، حاليا بطلوا عدد ما يقارب 200. المتظاهرون الذين تجمعوا صباحا بالقرب من مصفى الشعيبة طالبوا المسؤولين بوضع الحلول العاجلة لهم قبل ان تتحول التظاهرات الى اعتصامات مفتوحة وإغلاق الدوائر والطرق وتعطيل مسيرة الحياة. فمن المؤسف أن أبناء المحافظة الأغنى من حيث الثروة النفطية والغازية يتم تسريحهم من الدوائر النفطية بالطريقة التي لا تليق بهم. زين أنتم طلعتوا هاي الناس كلها غير وجاي تجيبون مكانهم، يقولون سيولة مادية ماكو، مبالغ مادية ماكو، زين شلون جاي يشغلون الناس بمكاننا؟ القضية هل قضية دعاية انتخابية وتخلون العالم تشتغل أم لا؟ يعني ضحك على الذقون بالله العظيم. راح نمهنهم 24 ساعه ل 48 ساعه، الهم مهله هم توصل لهم هاي 48 ساعه. هاي الجموع اذا ما ردت وترد بدوامها وباجر يومي وزاري ومستمر ماكو قطع 3 اشهر و4 اشهر، لاقي لي ماكو نثريه، سعر البرميل 90 دولار. عددنا حاليا 1000 نفر، 1000 شخص، وال 1000 شخص تم انهاء خدماتهم بليله وضحاها. لكن رغم عملنا في أخطر مكان اللي هي غازات منبعثة من قبل التكرير والتصفية مع الغازات، معظمها سرطان بالرئة ومعظمها سرطانات وكلهم أصحاب عوائل، لكنه الخبزة تحتاج وتتطلب، ضحينا واخذنا على نفسنا واشتغلنا بهالعمل هذا والمكان هذا، واحنا اولى به لان احنا اهل البصره. السؤال يكمن هنا، هل تم تشغيل هؤلاء بعلم وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ام لا؟ وهل اصبحت وزاره النفط والدوائر التابعه لها عباره عن دعايه انتخابيه لجهه معينه ام هي لعموم الشعب العراقي؟ علي نعيم لقناه وطن، مدينه البصره.